السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة هكلمكم عن موضوع من الموضوعات الهامة، هي من الموضوعات الصحية العامة، وهو من المعلومات الطبية اللي المفروض كل واحد يعرف. الموضوع بتاع النهاردة هو عن كرات الدم الحمراء، بس مش كل شيء عن كرات الدم الحمراء، عن جزئية محددة حول كرات الدم الحمراء، وهي أين تنتج كرات الدم الحمراء. اخترت هذا الموضوع عشان أتكلم فيه لأن فعلا في إنتاج كرات الدم الحمراء، والأماكن التي تنتج هذه الخلايا الحمراء في مختلف مراحل العمر، من أيام ما كنت جنين وبعد كده في الطفولة وبعد كده في البلوغ، توحي بأحكام جميلة جدا جدا، أحكام بالغة وراء هذا التصنيع. وليه اخترنا هذا المكان من الجسم للإنتاج وما اخترناش هذا المكان؟ يعني كرات الدم الحمراء معروف إن هي عند الكبار بتنتج فين؟ فين؟ عارفين ولا مش عارفين؟ في العظام. فين في العظام؟ في النخاع العظمي، في النخاع العظمي، المادة النخاعية اللي داخل العظام. ده بالنسبة لأماكن، ده مكان إنتاج عند الكبار، بس مش هو ده المكان عند الجنين ولا عند الإيه ولا عند الأطفال. كل واحد كل مرحلة من هذه المرحلة كرات الدم الحمراء بتنتج في مكان معين، وطبعا في حكمة وراء اختيار هذه الأماكن، وهي حكمة بالغة نحب نتأملها. عشان كده بكتب أو بتكلم عن هذا الموضوع. أنا قلت بكتب لأنه هو فعلا ده مقال كاتبه عندي في موقع الدكتور هلال. فأين تنتج كرات الدم الحمراء؟ أين تنتج كرات الدم الحمراء وما الحكمة من ذلك؟ ودي على فكرة ده يدخل تحت عنوان كبير من العلم اسمه علم وظائف الأعضاء أو الفسيولوجيا. الفسيولوجي ده اللي بيفهمنا، علم الفسيولوجي ده أهميته إيه بالنسبة لأي طبيب؟ بيفهمه الإنسان الطبيعي اللي بيحصل فيه، وإزاي الإجراءات اللي بتحصل دي إزاي بتحصل. وده مهم جدا طبعا عشان الطبيب يفهم، يعني هو الطبيب هيفهم الأمراض إزاي. هو المرض عبارة عن إيه؟ المرض عبارة عن الاختلاف عن الطبيعي أو الانحراف عن الشيء الطبيعي. يعني عشان أعرف المرض لازم أبقى عارف الطبيعي. مثال مرض الأنيميا هعرفه إزاي إذا ما كنتش أعرف إيه هو الطبيعي؟ مثلا نقول إن الطبيعي بتاع الهيموجلوبين 15 إلى 16 جرام بر ديسيليتر في الإنسان البالغ. ده الطبيعي لازم أبقى عارفه، وبالتالي لما الاقي الرقم اقل من كده ساعتها اقول ده دي حاله مرضيه اسمها انيميا وهكذا. فلابد الواحد الطبيب يبقى عارف الطبيعي عشان يبقى عارف المرض ويفهم المرض ده جه ازاي، واذا فهم المرض وازاي جه يقدر يفهم ويستوعب ازاي ممكن يعالجه. فنرجع لموضوعنا، اين تنتج كرات الدم الحمراء وما الحكمه من ذلك. وده زي ما قلت موضوع أنا كاتبه في الموقع بتاعي، فخلينا نبتدي كده خطوة خطوة. هتشوفوا في التفصيل، أنا هتكلم باختصار جدا عن هذا الموضوع في الفيديو عشان ما طولش، لكن اللي حب يقرأ الموضوع بالتفصيل طبعا يقرأ. أول حاجة مقدمة عن كرات الدم الحمراء وإنتاجها، بنقول إن كرات الدم الحمراء بيتم إنتاجها في 3 مراحل عمرية: مرحلة لما الواحد كان جنين في بطن الأم، ومرحلة الطفولة، ومرحلة ما بعد البلوغ. في كل مرحلة من هذه المراحل الواحد الكرات الدم الحمراء عند الإنسان بتنتج بكميات وفي أماكن مختلفة إلى حد يا إما كبير يا إما إلى حد ما. مقدمة عن مكونات الدم كلنا عارفينها طبعا، شيء لزوم الشيء نعرف. طالما نتكلم عن كرات الدم الحمراء وأين تنتج، فلازم في سطر كده نقول إن الدم ده عبارة عن، زي شوفوا كده الرسمة، شوفوا الرسمة اللي قصادكم دي يا أخوانا واضحة،
بنقول ان الدم ده لما نحط الدم في انبوبه فيها ماده مانعه للتجلط، لما واخد بالك، لما تخش مختبر كده وتدي له عينه دم وتعمل سي بي سي كومبليت بلاد بيكتشر، بيحط عليها ماده تجلط ويدورها في سنتروفيوج، او حتى لو تركها ربع ساعه نص ساعه تلاقي انفصلت الى طبقتين، طبقه غامقه برضو بس لونها اميل الى الاصفرار، وطبقة أخرى حمراء، في بينهم طبقة صغيرة جدا يعني ممكن إيه نتغاضى عنها، لكن للدقة أدي إحنا بنذكر. فيلاقي في طبقة حمراء واخدة تقريبا أقل من نص كمية الدم، والطبقة اللي فوق أكتر من نص بحاجة بسيطة. الطبقة اللي فوق دي بنسميها إيه؟ بنسميها البلازما، والطبقة اللي تحت دي بنسميها إيه؟ بنسميها كرات الدم. كله بقى كرات الدم الحمراء والبيضة والصفائح في كل هذه المنطقة. الكرات الدم البيضة والصفائح بتبقى واخدة في الطبقة الصغيرة قوي اللي فوق الحمراء، الصغيرة قوي من صغرها ممكن ايه نتجاهلها واحنا بنتكلم مع بعض. يبقى طبقة علوية اسمها البلازما، وطبقة اخرى لانها اتقل اسمها ايه كرات الدم. ايه هي بقى؟ كرات الدم الحمراء، ولونها احمر لانها كرات الدم الحمراء، وتشغل تقريبا قلت ايه اقل من النص، يعني ايه؟ يعني حدود 45%. الرقم ده مهم جدا، ال 45%، لان انت هتشوفه في كل تحليل دم هتعمله. فلو اتعلمنا سوا مش هتقعد تسال بعد كده ده ايه وده ايه وده ايه وتحتار لما حد يفيدك. في هذا الرقم في التحليل بتاع السي بي سي بيطلع اسمه هيماتوكريت فاليو، اللي هو كميه الكرات الدم الحمراء نسبة إلى كمية الدم كلها، وهي حدود 45%. طبعا في رينج فوق أو تحت، بس المتوسط بتاعها عشان التسهيل 45%. طيب حد يعرف يا أخوانا ليه كرات الدم الحمراء لونها أحمر؟ أنا هسيب لكم ديت تكتبوها في التعليقات، لأن أنا يعني إذا ما تقولوا بقى عجزت شوية، وأحب أن أشوف هل اللي أنا بعمله ده بيفيد الناس ولا لا. فهسيب لكم هذا الرد تقولوه في التعقيبات هنا، ويستحسن لو في الموقع، يعني عشان في الموقع بتصري الموقع شوية وبيبقى فيه نوع من التحاور وهكذا، يعني ممكن تروح لهذا الموضوع وتكتب رأيك ليه كرات الدم الحمراء لونها أحمر. اللون الأحمر ده يدل على إيه؟ وعلى فكرة من المنظر ده كله، ها المنظر ده كله، لو الفن اللي خد العينة شاطر على طول بيقدر يستنتج هل الإنسان ده سليم ولا عنده مشكلة. لو لقى النسب زي في الصورة الأولانية دي تقريبا كده 45%، وهنا أكتر من 50%، 55% تقريبا، يبقى ده دمه إيه في الغالب هيكون طبيعي. لو لقى اللون الأحمر ده قليل قوي يبقى ده في الغالب عنده فقر دم، يعني كرات الدم الحمراء قليلة. فقر الدم ده يعني ايه يا اخوانا تعريفه بالظبط؟ حد يقول اظن فقر الدم ده من اشهر الامراض اللي في الدنيا. فقر الدم من اشهر مرض من الامراض اللي في الدنيا تقريبا، وتقريبا كلنا عندنا فكرة عنه، لان تقريبا معظم الاطفال بيجي لهم فقر دم سيان بدرجة بسيطة ولا كبيرة، وكلكم عارفين ان اللي عنده طفل ولا اتنين ياما اشترى ايه؟ ياما اشترى حديد وفيتامين بي 12 عشان الانيميا اللي عند الطفل، او الضعف، او لونه ايه؟ الطفل يبقى لونه شاحب شوية او مصفر، فيجري الاب او الام على الصيدلية يطلبوا حديد وفيتامينات للطفل. فالصورة التانية دي تقول لي على طول ان ده عنده فقر دم. اما الصوره الثالثه دي بقى تبقى ايه؟ الصوره الثالثه دي تبقى ايه؟ عنده دم كتير، كرات الدم الحمراء كتير، مرض اسمه لزوجه الدم، بولي، مكتوب عندكم ايه؟ بولي سايسيميا، وده برضو مرض من الامراض بتاعه الدم. فده الشكل العام للدم لما بنحطه في انبوبه، ماشي؟ قبل ما اسيب هذه النقطة، اللي يحب منكم يسأل يقول لي البلازما دي يعني ايه؟ البلازما اللي فوق دي، البلازما دي فيها ايه؟ البلازما دي فيها كل حاجة ما عدا كرات الدم الحمراء والبيضة والصفائح. فيها مية،
وفيها حاجة بروتينات اسمها بلازما، يعني نقول ايه مية، فيها ثلاث حاجات. البلازما البلازما ديت فيها ثلاث حاجات، فيها مية دي اكبر مكون ليها حوالي 90 او 92%، وفيها ايه تاني زي ما انت شايفين في الصورة كده، احنا كاتبين هنا فيها مية وفيها مواد سوليدز وفيها غازات، لازم طبعا فيها غازات اكسجين وكربون دايكسيد ونيتروجين. فيبقى اذا دي هي البلازما، مية ومواد صلبة سوليدز، اللي هي بقى جماعة يعني أحبابنا أولادنا اللي بيدرسوا طب يعرفوا المكونات بالتفصيل، لأن هنا أنا مش بتكلم ليهم، لكن لو في حد منهم سمعني فأكيد عارف البلازما ديت بتبقى تتكون من إيه. ولو في حد منهم موجود ويحب يراجع معلوماته برضو يكتب لي في التعقيب البلازما دي بتتكون من إيه، ويكتب لي اللون الأحمر ده بالنسبة للطبقة كرات الدم الحمراء ليه لونها أحمر. كرات الدم الحمراء في الإنسان البالغ بتتكون في العظام. فين في العظام؟ فين في العظام بالظبط؟ هل كل العظام اللي بتكون في الإنسان البالغ بتكون كرات الدم الحمراء؟ لا. طيب عشان أعرف فين في العظام، يعني أعرف شوية إيه هي العظام اللي موجودة في الجسم، وكم عظمية في الجسم؟ 206 عظمية موجودة في الجسم، كلنا زي بعض ماشي. فدي أنواع العظام اللي عندنا، فيها عظام طويلة صلبة زي بتاعت الرجل والدراع، ودي عبارة عن صلبة معظمها مادة صلبة وجواها حتة كده اسفنجية، يعني حتة رخوة ماشي، ده النخاع العظمي. والنوع الثاني اللي هي العظام بقى القصيرة زي الفقرات والعظام الصدر والريبس والحاجات دي كلها، والعظام اللي موجودة في الرزغ والكاحل، دي عظام اسمها عظام ايه غير صلبة، لان الجزء الاكبر فيها مادة رخوة اسفنجية رخوة اوكي، وبتبقى متغطية بس بايه بطبقة رقيقة صلبة. دي انواع العظام ليه يعني كتبناها في المقال، لان انا هقول انا نوع من العظام اللي بيبقى بيصنع كرات الدم الحمراء. كيف هو ده بقى موضوعنا، كيف واين تتكون كرات الدم الحمراء، ده الموضوع بتاع الفيديو بتاع المقال اللي موجود عندي. كيف تتكون كرات الدم الحمراء دي؟ يعني سبحان الله، كل خلايا الدم، كل شوفوا الصورة دي يا اخوان، كل خلايا الدم بتطلع من خلية واحدة في النخاع العظمي. يمكن كلكم عارفينها لأنكم كلكم سمعتوا عنها، اسمها إيه بقى؟ يا ترى اللي بيسمعني بيرد ورايا؟ أنا متخيل كده إيه إن اللي سمعنا حالياً بيرد كده، فبديك ثانية عشان تقول اسمها خلايا إيه؟ خلايا جذعية، stem cells. خلية واحدة بتطلع منها كل أنواع خلايا الدم، يطلع منها الكرات الحمراء والكرات البيضاء والصفائح ماشي. هذه الخلية تبتدي تتطور إلى نوع تاني من الخلايا، الصف التاني ده من الخلايا ما يطلعش منه غير نوع واحد من الخلايا، يعني الكرات الحمراء الخلية الأم للكرات الحمراء ما يطلعش منها غير الكرات الحمراء، الخلية الأم بتاعت الصفائح ما يطلعش منها إلا الصفائح. ده كده منين بتطلع كرات الدم الحمراء وكل خلايا الدم؟ بتطلع من خلية اسمها إيه؟ اسمها الخلايا الجذعية. موجودة فين الخلايا الجذعية؟ أديني بسألكم أهو أسئلة أهوت كأنكم طلبة. أين توجد الخلايا الجذعية؟ في الإيه؟ في النخاع العظمي. النخاع العظمي مش النخاع الشوكي، في فرق بين النخاع العظمي والنخاع الشوكي. النخاع الشوكي اللي هو ايه؟ spinal cord، اللي هو بيمشي في العمود الفقري وده اعصاب ضمن الاعصاب، انما النخاع العظمي اللي موجود في وسط الايه؟ البون، في وسط العظام. يبقى اذا ردينا على السؤال اين كيف تتكون كرات الدم الحمراء؟ أين بقى تتكون؟ أدي على فكرة فصلت أنا هنا في صورة كرات الدم الحمراء لوحدها، أدي الخلية الجذعية،
بتتطور الى خليه اخرى. هذه الخليه الجذعيه الاولانيه دي اللي انتوا شايفينها تعمل جميع خلايا الدم، لكن لما تتطور الى الخطوه الثانيه اللي هي بالنسبه لكرات الدم الحمراء بتطلع حاجه اسمها برو إريثروبلاست. برو يعني ما قبل، يعني حاجه قبل الخلايا الحمراء. الكلام ده بيتم برضو في جميع في كرات البيضة وفي كرات الايه وفي الصفائح. فبتطلع البرو إريثروبلاست ديت، هي دي بقى اللي بتبتدي تتطور خطوة خطوة لحد ما تكون لي خلايا الدم الحمراء اللي احنا بنشوفها في الأوعية الدموية، وهي اللي بتنزل لما الواحد ينجرح. لما الواحد ينجرح بينزل دم لونه أحمر. الدم ليه لونه أحمر؟ عشان كرات الدم الحمراء، شيء طبيعي. هي يعني هيكون لونه إيه؟ المية ملهاش لون، ماشي؟ وبقيت فأكتر حاجة موجودة في الدم هو كرات الدم الحمراء، وإحنا قلنا كرات الدم الحمراء لونها أحمر، فبالتالي الدم لونه إيه؟ لونه أحمر. ومستني منكم إيه سبب اللون الأحمر في كرات الدم؟ وده هنقوله في ان شاء الله يحيينا ويحييكم ربنا في فيديوهات اخرى يعني. فاين تتكون كرات الدم الحمراء؟ اين تتكون كرات الدم الحمراء؟ وده ده بقى الايه المحور المقال بتاعي والموضوع، وهو ده اللي انا كاتب عشانه المقال. الكرات الدم الحمراء ديت بتتكون على مراحل عمريه، يعني كل عمر من ثلاثة، الجنين والأطفال حتى البلوغ وبعد البلوغ، كرات الدم بتتكون في مكان مختلف. هي نفس الطريقة اللي بتتكون فيها هي ولعلمكم كرات الدم الحمراء بتتكون إيه طول العمر، ما بتقفش. ليه ما بتقفش؟ ليه؟ لأن كرات الدم الحمراء عمرها قصير. عمرها كام يوم؟ 120 يوم. يعني كل 120 يوم الكرات الدم الحمراء ديت ايه بتموت نتيجة بقى انها عمالة ماشية 4 اشهر ماشية في قلب الخلايا الضيقة، لان هي دي اللي بتوصل لحد الخلية، فبتمشي في الاوعية الدموية. انت عارفين الاوعية الدموية بتبدي كبير زي الشبكة كده، زي غصون الشجرة، تبتدي كبيرة وبعدين تصغر وبعدين تصغر وتصغر وتصغر لحد ما توصل الى اصغر حاجه اسمها ايه شعيرات كابيلاريز. ديت بتبقى موجوده في الانسجه حواليها الخلايا. فطبعا كرات الدم من كتر ما هي ماشيه في الاماكن الضيقه ديت والاحتكاك ما بتتحملش لحد 120 يوم. إذا كانت بتموت طب الواحد يعمل إيه؟ يبقى إذن الواحد لازم ينتج كل يوم خلايا دم حمراء. يمكن كم خلايا الدم الحمراء للإنسان البالغ الطبيعي بينتجها؟ حدود 2 مليون خلية في الثانية. ده مصنع يعني نشيط جدا جدا جدا، وده لسبب، وده الحكمة يعني ربنا سبحانه وتعالى يعرفها، بس احنا بنستنتج الحكمة دي لان كرات الدم الحمراء هي اللي بتشيل الاكسجين، هي اللي بتشيل الاكسجين. طيب يا ترى تقدر تعيش من غير اكسجين قد ايه؟ ثواني، 10 20 30 ثانية والواحد خلاص يموت. فبالتالي على مدار الثانية بتصنع، وهو العدد بتاعها كبير جدا عشان يوصل لكل خلايا الجسم. طب هو عدد الكرات الحمراء دي قد ايه؟ كلنا حافظينها عدد كرات الدم الحمراء في الراجل من 5 تقريبا، من 5 مليون ل 6 مليون. فين؟ مش في الدم، لا ده في الدم كله بليونات، انما في الكيوبيك ملي لتر. يعني كيوبيك ملي لتر بيبقى فيه 5 مليون إلى 6 مليون. فالمهم ان الدم بيتكون عشان يغطي هذا العدد الكبير، كل ثانية حوالي 2 مليون كرة دم حمراء في كل ثانية.
الجنين بقى بتتكون فين؟ احنا قلنا في البالغ بتتكون في العظام، طب في الجنين بتتكون فين؟ الجنين مفيش عنده عظام الا في الاخر، فاذا في الجنين بيتكون اساسا في الكبد، قبل الكبد بقى في اليولكسات، لكن اساسا في معظم في النص الاخير كله من الحمل الجنين بتتكون زي ما الصوره كده، في صوره هي بتوضح لكم بتقول انه بيتكون في الكبد، ده المصدر الاساسي لكرات الدم الحمراء في الجنين. بعد كده قبل الولادة في الشهور الأخيرة بيبتدي يظهر العض ويتكون كرات الدم في نخاع هذا العظام. نيجي بعد كده الأطفال، بتبتدي تتكون بقى الأطفال عندهم عظام، بتبتدي تتكون في العظام. أي نوع من العظام؟ هل كل العظام في الطفل بتكون خلايا دم حمراء؟ لأن الطفل ده حتى يبلغ عنده نمو، معدل نمو سريع جدا، الخلايا بتكبر وخلايا بتتكسر وتكبر والعضلات عايزة تكبر والعظام عايزة تكبر وخلايا جديدة بتطلع، فعنده نمو سريع جدا، محتاج هذا النمو محتاج طاقة، الطاقة هو الأكسجين، الطاقة هو الإيه؟ الأكسجين. والأكسجين هو إيه؟ كرات الدم الحمراء، لأن هو اللي بيتشال على كرات الدم الحمراء، فإذا الطفل عايز كتير من الأكسجين، يعني عايز كتير من كرات الدم الحمراء، ماشي؟ وهو فعلا في التحاليل لما تيجي تعمل تحليل لطفلك كرات الدم الحمراء تلاقيها أكتر من كرات الدم الحمراء عند الرجل البالغ وعند الست. قلنا الراجل كرات الدم الحمراء من 5 إلى 6 مليون في كيوبيك ميلي، وفي الست من 3.5 إلى 4.5 تقريبا، والطفل لا 9 مليون، يمكن حوالي 9 مليون، بيختلف طبعا بحسب عمر الطفل، لكن كده بالمتوسط حدود 9 مليون، يعني أكتر كتير، لأن هو الطفل محتاج إلى كمية كبيرة من كرات الدم الحمراء عشان تعطيه ما يحتاج إليه من الأكسجين عشان يستخدمه في توليد الطاقة اللازمة للنمو. طيب نيجي للبالغين، إيه اللي بيحصل في البالغ؟ الإنسان كبر، هل هو بينمو؟ لا خلاص وقف، العظم وقف والعضلات وقفت، تقريبا مفيش نمو أو نمو بسيط، الجماعة اللي بيلعبوا رياضة يعني العضلات تزيد شوية، حاجات زي كده. فإذا هل إحنا محتاجين نعمل كل العظام، نستهلك كل العظام عشان تنتج كرات دم حمراء؟ لا طبعا مش عايزين، ودي بقى حكمة ربنا سبحانه وتعالى. شفتوا الحكمة فين؟ لما كان طفله محتاج كتير فسخرنا كل شغلنا طاقة المصانع كلها، شغلنا طاقة المصانع كلها عشان تنتج كرات دم حمراء. جه الواحد بلغ ومش محتاج الكمية دي كلها، فلازم نوقف شوية من هذه المصانع. ففعلا بيتم انتاج كرات الدم الحمراء في بعض العظام، في نخاع بعض العظام، والعظام الاخرى خلاص تتوقف. ايه هي بقى العظام الاخرى التي توقفت؟ العظام الطويلة، عظام الدراع والاقدام والايه والفخذ، يبقى عظام الاطراف تتوقف عن انتاج كرات الدم الحمراء. ومين يشتغل في الانتاج؟ فقط العظام الرخوة أو الممبرانس بونز أو العظام غير الصلبة، اللي هي في الغالب أو في معظمها بتكون في عظام الصدر، الاسترنم بنسميه الاسترنم، والريبس والفيرتيبرا، يعني الصدر والضلوع والفقرات، ده المكان اللي بتنتج فيه الكريات الحمراء، وبيستمر الإنسان على هذا الوضع إلى نهاية عمر. السؤال هنا بقى، يا ترى ممكن تستشف من يعني تقدر تقول إيه الحكمة إن ربنا خلى العظام الصغيرة ديت اللي هي في الصدر والعمود الفقري هي اللي تنتج الكرات الدم الحمراء ومش العظام الطويلة؟ ليه اختار ديت وما اختارش دي؟ يعني ديت نقطة برضو تأملية، اللي ليه في التأمل يقول لي رأيه ايه وايه أهمية الحكاية دي، ماشي؟ احنا طبعا
مش كل حاجة بنعرف الحكمة وراها، لكن أحيانا بنقعد نستنتج ونفكر إلى أن احنا نعرف الحكمة وراء هذا الشيء. فهنتظر تعليقاتكم بالنسبة. يبقى احنا عندنا سؤالين دلوقتي في الفيديو ده أو في المقال ده. السؤال الأولاني، ليه كرات الدم حمراء؟ وأظن كتير منكم يعرف يجاوب. والسؤال الثاني هو ليه ربنا خلى إنتاج كرات الدم الحمراء في العظام، العظام اللي بنسميها كور بونز، العظام الاسترنم والفرتبري والريبس، في معظم إنتاج كرات الدم الحمراء. وإذا كنتش مشترك يا ريت تشترك في القناة، وقبل ما وإذا كنت مشترك فتقدر تعمل لنا لايك كده جميلة، وتنشر الفيديو مع أصحابك وحبايبك عشان تعم الكلمة، والكلمة الطيبة صدقة. وتشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة، وإن شاء الله الفيديو القادم ربما يكون عن تصنيع كرات الدم الحمراء، يعني تصنيع كرات الدم الحمراء بشيء من التفصيل، إزاي بتتصنع وإيه اللي بيخليها تتصنع وإيه اللي بيخليها ما تتصنعش وهكذا. فنشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.